نشرة مفصلة من أخبار الام تي في، أهلا بكم. مساء الخير. على وقع قراري مجلسي التعاون الخليجي ووزراء الداخلية العرب اللذين اعتبرا حزب الله إرهابيا، اجتمع مجلس الوزراء اليوم. وزير حزب الله سين الحاج حسن طحش على زملائه معتبرا أن دول الخليج عميلة لإسرائيل، فكان رفض بالإجماع لهذه التهم وتحذير للوزير من خطورة الوجهة التي يجر الحزب لبنان إليها. أما على خط الشغور الرئاسي فكان لافتا حديث كتلة الوفاء للمقاومة عن ضرورة ابتداع مقاربة جديدة لانتخاب رئيس. وفي السياق يتساءل المراقبون عما إذا كان بيان الكتلة حول الشأن الرئاسي يشكل بداية عطافة لحزب الله تقوده إلى حظيرة الإجماع اللبناني، تهيبا لجدية التهديدات واحتراما للقوى المتنوعة التي سعت إلى حمايته من مخاطر الحصار العربي الإسلامي. مجلس الوزراء شهد أيضا تهديدا صريحا من الرئيس تمام سلام بالاستقالة إذا فشلت الحكومة وفي غضون أيام في حل أزمة النفايات، علما أن الصعوبة التي تواجه لجنة النفايات تكمن في مطمر واحد. البداية من فقرة رغم كل شيء. بعد مرور سنة تقريبا على دخول قانون السير جديد حيز التنفيذ، وطبعا بعد مرور سنة على عدم تطبيق هالقانون، ما زلت المبادرات الأهلية والفردية مستمرة بمساعيها لرفع مستوى التوعية حول السلامة المرورية. وضمن هالمساعي أطلقت ثانوية حسام الدين الحريري بصيدا مشروع نموذجي لتعزيز السلامة المرورية بالتعاون مع الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية ليرسا برعاية المجلس الوطني للسلامة المرورية. هالمشروع بيهدف لتعزيز مختلف جوانب السلامة المرورية بالثانوية ومحيطها. فرغم غياب الدور الرسمي بالتوعية حول السلامة المرورية بلبنان بشكل عام وغياب تطبيق قوانين السير، هالمسؤولية عم بتحملها مرة جديدة المجتمع الأهلي للحد من حوادث السير اللي بتؤدي لمقتل أكثر من 800 شخص سنويا بلبنان. جدوى استمرار الحكومة مرتبط بالنفايات وسجال حاد كاد أن يطيح جلسة مجلس الوزراء. حسم الرئيس تمام سلام أمره واتخذ القرار في حال عدم التوصل إلى مخرج لأزمة النفايات، فإنه سيعلن فشل الحكومة وبالتالي عدم وجود مبرر لاستمرارها. أما المهلة المعطاة للجنة الوزارية فهي أيام معدودة فقط بعدما حققت تقدما وقطعت ثلاثة أرباع الطريق نحو الحل المرحلي المتمثل بالمطامر. وفي معلومات خاصة بالأم تي في أن سلام مصر هذه المرة على الاستقالة بعدما أصبحت أزمة النفايات بمثابة فضيحة وطنية كما قال داخل مجلس الوزراء. نفى دولة الرئيس ما تردد في وسائل الإعلام عن وجود فكرة لتعليق عمل مجلس الوزراء قائلا إن الأمر هو أبعد من مجرد تعليق للعمل الحكومي، وإنه يتعلق بوجود الحكومة نفسها وجدواه. الجلسة لم تخلو من سجال حاد كاد أن يطيحها، وفي التفاصيل أنه عندما سأل الوزير جبران باسيل أي موقف سيتخذه في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأسبوع المقبل، جاء الرد بأن عليه الاستمرار بالعمل كما في السابق والتنسيق مع رئيس الحكومة. وهنا سأل الوزير لياس بوصعب ماذا يختلف موقف باسيل عن موقف الوزير نهاد المشنوق في اجتماع وزراء الداخلية العرب، فرد الوزراء بأن الموقفين متشابهان. هنا تدخل الوزير حسين الحاج حسن فقال إن دول الخليج توازي إسرائيل. هذا الكلام استدعى ردا من الوزير ميشيل فرعون ثم من معظم الوزراء، وقال فرعون إن كلام الحاج حسن يخرج عن روحية التوجه السياسي لحماية الحكومة والبيان الوزاري، وإذا كان ملف النفايات يهدد الحكومة فهذا النوع من الكلام يهدد الحكومة أكثر. وإذ تمنى التخفيف من الاستفزازات دعا فرعون الحاج حسن إلى تحييد الحكومة قبل الطلب من الدول الخليجية أن يحيدوا عن اللبنانيين، وطالب فرعون بعدها بسحب كلام الحاج حسن من المحضر، فما كان من الرئيس سلام إلا أن أكد على سحب الكلام عن دول الخليج وإسرائيل. هنا تدخل الوزير محمد فنيش فقال لا نريد أن نسبب للحكومة أي إحراج ولن نطلب منها ما لا يمكنها تحمله، ونحن سنعبر عن موقفنا خارجها. وبعيدا من السجالات حضرت الام تي في في جلسة مجلس الوزراء. زميلي الوزير لياس أبو صعب أنه اختير على محطة الام تي في كأنجح وزير، وكان تصويت الطلاب طاغيا.
هذا وعلمت الام تي في ان سلام طلب من الوزيرة أليس شبطيني المباشرة بمزاولة مهامها كوزيرة عدل بالوكالة من دون ان يعني ذلك البت سلبا او ايجابا باستقالة الوزير اشرف ريفي. مصير الحكومة مرتبط بمصير النفايات، ومن هنا رئيس الحكومة لن يوجه الأسبوع المقبل دعوة لجلسة لمجلس الوزراء إذا لم يأتي الحل، وأبرز تعبير على ذلك ما قاله الوزير الياس مصعب للأم تي في: إما الحل وإما الحل، في إشارة إلى حل الحكومة. من السراي الحكومي نخل عظيمة، أم تي في. ماذا بعد تعيين المدير العام الجديد للمخابرات، وما هي التشكيلات العسكرية المرتقبة؟ دونيز رحمي فخري. في 22 الجاري يتسلم العميد كميل ظاهر المدير العام الجديد لمخابرات الجيش مهامه. تعيين ظاهر سيفتح الباب أمام تشكيلات عسكرية متوقعة خلال الأيام العشرة المقبلة. أبرز هذه التشكيلات تعيين مساعدين لمدير المخابرات شيعي وسني، ويحكى في هذا الإطار عن إمكانية تعيين قائد منطقة الضاحية العميد فؤاد الهادي للمركز الشيعي مساعدا لمدير المخابرات. التشكيلات ستشمل أيضا تعيين مديرين جدد لمكاتب المخابرات في كل من بيروت وجبل لبنان والبقاع. يذكر أن هذه التشكيلات لا تحتاج إلى مجلس الوزراء، بل هي ترتيب روتيني يتولاه قائد الجيش شخصيا. أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن الدور الذي يلعبه حزب الله في المنطقة هو دور مشرف ومحط تقدير من كل الشرفاء. إن حفظ لبنان وصون سيادته واستقراره وسلمه الأهلي يقتضيان على الدوام يقظة وجهوزية متنامية وتمسكا جديا بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تثبت يوما بعد يوم جدواها في تأكيد قدرة لبنان على الصمود والبقاء والمواجهة. إن الدور الوطني والقومي والإسلامي والإنساني الذي اطلع به حزب الله ولا يزال، سواء لجهة الدفاع عن لبنان بوجه العدو الإسرائيلي وأطماعه، أم لجهة حمايته ضد مخاطر الإرهاب التكفيري وداعميه، أم لجهة تبنيه ودعمه لقضايا شعوبنا العربية العادلة وفي طليعتها قضية فلسطين المركزية، إن هذا الدور هو دور مشرف ومسؤول ومبعث اعتزاز وتقدير لدى كل الأحرار. ونعرب عن ارتياحنا لاعتراض معالي وزير الداخلية والبلديات على هذا الوصف التزاما بموقف الحكومة اللبنانية، كما نسجل تقديرنا لاعتراض كل من العراق والجزائر، ونحيي كل موقف لبناني عربي وحر وشريف. وردا على إعلان مجلس التعاون الخليجي، حزب الله منظمة إرهابية، أعلنت طهران أن قرار دول الخليج اعتبار حزب الله منظمة إرهابية يستهدف أمن واستقرار لبنان. وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان: نحن نفتخر بحزب الله الذي وقف في الصف الأول للمقاومة ضد الكيان الصهيوني، إضافة إلى قيادته المعركة ضد الإرهاب في المنطقة. ماذا يعني تصنيف حزب الله منظمة إرهابية في القانون الدولي؟ وهل من انعكاسات اقتصادية له؟ تقرير رالف دوميت. ألحق تصنيف المنظمة الإرهابية من جديد بحزب الله، فبعد التصنيفين الأمريكي والأوروبي صنف الخليجيون هذه المرة حزب الله بالإرهابي من دون التفريق بين جناحيه العسكري والسياسي. الإرهاب صفة تعطيها دولة أو مجموعة دول متحدة بشكل رسمي حسب القانون الدولي. وقت اللي دولة أو مجموعة دول تقول أنه هذه المنظمة إرهابية، هذا معناتها أنه أصبحت منظمة ممنوعة في القانون، أعضاء ملاحقين، وأي شخص يتعامل معها بيصير في عنده عقوبات ربما في القضايا المالية، في قضايا التوظيف، في قضايا الاستثمار، في قضايا الجنسية وغيرها. الإرهابي بمنظور القانون الدولي هو الشخص الذي يهدد الأمن والسلام العالميين. هذا الشخص المعنوي في الحالة اللبنانية هو حزب الله الممثل في البرلمان اللبناني والحكومة. وفي ضوء هذا التصنيف، ماذا عن موقف الدولة اللبنانية؟ قرار دولي أو عدة دول لا يلزم لبنان. لبنان يلتزم بقائمة الأمم المتحدة للمؤسسات والمنظمات والأشخاص الإرهابيين. لن يشكل هذا التصنيف أثرا على سمعة لبنان الاقتصادية، فحزب الله أعلن أنه غير مرتبط بأي علاقة اقتصادية وتجارية مع المصارف اللبنانية في السابق. أضف أيضا أن العلاقة التجارية اللبنانية الخليجية لها مميزاتها الخاصة. جميع العمليات التي بين لبنان والدول الخليج الاقتصادية والمالية تتم عادة بالدولار
وليس بالعملات المحلية لهذه الدول. إنه اليوم العلاقات التجارية بين لبنان ودول الخليج هي علاقات بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص بالدول المجلس التعاون الخليجي، أي علاقات مبنية على الثقة منذ فترات طويلة ومبنية على الوضوح والشفافية. وهذا القرار اللي اتخذ هو استكمال للقرارات اللي اتخذت مؤخرا من الكونغرس الأمريكي أو من الخزينة الأمريكية فيما يتعلق بالعقوبات على حزب الله. التصنيف الخليجي لا يلزم الدولة اللبنانية إذن قانونيا، لكنه يشكل بداية ضغط دولي جديد في وجه حزب الله. الهبة السعودية للجيش اللبناني مجمدة لكنها لم تلغى، والتشدد العربي ضد حزب الله مستمر. بين لبنان والسعودية ودول الخليج الأزمة إلى تصاعد، فبعد قرار مجلس التعاون الخليجي وبيان وزراء الداخلية العرب يتوقع أن تنتقل القضية إلى القمة العربية في أواخر نيسان لتثبيت القرار ضد حزب الله، وأن تتخذ منظمة الدول الإسلامية التي تضم 150 دولة الموقف نفسه. التشدد ضد حزب الله إذن مستمر، وقد سجلت في الساعات الأخيرة 11 مداهمة في الكويت طاولت لبنانيين مقيمين هناك ينتمون إلى طوائف مختلفة. وسط هذه الأجواء تكشف مصادر مطلعة أن الأزمة مع المملكة تحتاج إلى مزيد من الوقت لمعالجتها، لكن أي مساعي لا يمكن أن تبدأ قبل أن تهدأ الأمور وتتوقف الخطابات السياسية المتشنجة، وهو ما يعمل عليه الرئيس نبيه بري مع حزب الله. وقد علمت الأمتيفي أن بري قد يزور المملكة بعد أن تهدأ الأمور، وقد يرافقه الرئيس تمام سلام، وهو ما يعمل على إنضاجه السفير السعودي علي عواد عسيري. بانتظار ذلك علمت الأمتيفي أن الهبة السعودية للجيش اللبناني مجمدة بانتظار الحلول السياسية ولم تلغى. قرار التجميد أبلغت به شركة أوداس في 25 شباط في الرياض، وهي تولت مهمة إبلاغ الجانب اللبناني. وقد يكون استمرار شركة أوداس في عملها في مكاتبها في وزارة الدفاع، وهي الشركة المكلفة متابعة الأسلحة مع الشركات الفرنسية المصنعة، مؤشرا أساسيا على بقاء الأمل. اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري خلال لقائه الهيئات الاقتصادية في بيت الوسط أن ما نمر به في البلد يسبب تراجعا للحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمواطنين جميعا. أضاف: كلنا نعلم أنه في أي لحظة انفراج في البلد كانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة سيشعر اللبنانيون بالتفاؤل وستعود العجلة الاقتصادية للعمل من جديد. وأكد الحريري أنه ليس متشائما، والمهم إعطاء الناس بصيص أمل من خلال انتخاب رئيس جديد. في التقرير الخاص، تهميش إنمائي فئوي ممنهج لقضاء البترون بطله الوزير غازي زعيتر. هل عندك خبر يا معالي الوزير غازي زعيتر أنه بسريلانكا الدولة اللي بتعتبر فقيرة ونسبة كبيرة من مواطنيها بيشتغلوا بلبنان بأجور كتير متدنية؟ دولتهم مأمنت لهم بنية تحتية شبيهة بدول متقدمة. وبإطار الإهمال المعمم على المناطق المسيحية، اخترنا لإلك اليوم يا معالي الوزير قضاء البترون وعاصمته الفنائية العريقة يلي بتستقطب آلاف السواح سنوياً والمحرومة من بنية تحتية بتليق بسكانها وبزوارها. رئيس بلدية المدينة له تجربة مرة معك. هالي أول مرة بال 16 سنة ما شفنا شيء من وسائل الأشغال، وما شفنا شيء من الكميات اللي تم اللي وافقنا عليها الوزير العريضي قبل، وهذا حق المواطنين بهالمدينة. اللي نحن عم ناكل كتير، يعني عم نسمع كلام بالنسبة لفلشة الأرض، وهالإمكانيات مش موجودة عند البلدية. أكثر من هيك، الطريقة اللي تعرف بطريق القديسين يلي تجذب آلاف المؤمنين على مدار السنة شوفوا بأي حالة هي. حسب الوقائع، مشروع تستاد القديسين قد ما يفوق تم أمر المباشر بتنفيذه من 11/10/2012، وحددت مهلة التنفيذ ب 18 شهر وبعد ما أنجز لهلأ. احنا هلأ بال 2016 بعد ما خلص الأوتوستراد، والسبب أنه الدفعات ما اندفعت مظبوط، وبعدين جدول مقارنة لحتى نقدر نزفت الأوتوستراد. نحن ما بنقدر نزفت إلا ترانشيت من الأوتوستراد اللي هن مبينين هون على الخريطة. رح يبقى هالمسافات هيدي اللي هي مش مزفتة، وطبعا رح يبقى مدخل البترون الرئيسي من الضيع كمان اللي رح يبقى بلد زفيت. هل معقول حرمان قضاء البترون من الإنماء والإعمار لحسابات فئوية يا معاليك؟ وزارة الأشغال العامة مسؤولة عن صيانة الطرقات، عن استحداث الأوتوسترادات، عن تعبيد الطرقات،
عن إقامة الحيطان الساندة للطرقات. المشاهد خير دليل على الحرمان والإهمال اللي عم بتعيشوا هالمنطقة، منطقة القديسين، منطقة رف الحرضينة والطباوي ستفان نعمة. كل مواطن يا معالي الوزير وكل زائر لهالمنطقة بيحقله بطريق آمنة وسالكة بتليق فيه بالقرن 21، خصوصا أنه نسبة دفع الضرائب هون بتلامس 100%، ولا مش هيدا المقياس؟ هيدا المشهد الأخير هو نموذج خطير من الإهمال المتعمد لوزير الوصاية غازي زعيتر. هالمشهد بشكل بالنسبة لنا محطة من سلسلة تحقيقات رح نتبعها لنكشف المؤامرة اللي عم ينفذها زعيتر ضد مفهوم الإنماء المتوازن. من قضاء البترون، ألان درغام، MTV. ما حقيقة الفيروس القاتل الذي يجتاح لبنان؟ جورج عيد. فيروس قاتل يجتاح لبنان، فيروس قاتل في لبنان ووزارة الصحة مش على السمع. فيروس قاتل يهدد لبنان، فهل النفايات هي السبب؟ كل عناوين شفناها على أكثر من موقع إلكتروني وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع خلال الأيام الماضية. وبحسب المقال فالفيروس غريب وبعد ما تعرفوا عليه الأطباء، وبالتفاصيل أدى هالفيروس إلى وفاة امرأة حامل وجنينة. وبحسب المقال هالجرثومة منتشرة بكل المناطق اللبنانية وبتقتل المريض بظرف ساعات. وتنعرف أكثر عن الفيروس اللي تسبب بهلع، سألنا عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية الدكتور جاك مخباط. صراحة يعني مثلك مثل ما وصل لك إلك وصل لي إلي، ما في عنا أي ظاهرة بتدل على حالة وبائية غير اعتيادية. في حالات غريب، ولا أني عم نشوف حالات الغريب عم تخف لأن صلنا على آخر الموسم، وبس يعني هذا كل شيء فيه، ما في عنا شيء غير اعتيادي. يعني أنا اندهشت لما قريت انه في حالات ناس عم تتوفى عم بتموت وعم يرفعوا الصلوات بجنوب امريكا تيصلوا لنا مشان الوباء يلي عم ينتشر بلبنان، انا ما سامع فيها. تنتاكد انه ما في حالات ولا اصابات، توجهنا الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي. نحن مستشفى مرجعي، بيجينا مرضى من كل لبنان، ما في هيك حالات عندنا بالمستشفى. ونحن انا كمان بروح على مستشفيات خاصه وكمان تشاورت مع زملائي، ما في هيك حالات بالبلد. هيدي الارجح هي اشاعه منا حقيقية أبدا. بالمحصلة اتصلنا بمكتب وزير الصحة وأكدوا لنا أنه لا وجود للمرض، وحكينا اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية يلي كمان أكدت الموضوع. نائب الأطباء من جهته ما عنده علم بفيروس قاتل ونفى الخبر جملة وتفصيلا. أما المستشفى الحكومي فلا حالات. بعد كل المراجعات اللي عملناها تبين أنه هذا المرض افتراضي وخلق على إحدى صفحات المواقع الإلكترونية، وانتقلت العدوى من موقع إلى آخر بلا حسيب ولا رقيب. وبرغم المشاكل اللي عنا اياها بلبنان، هيدي مشكله بالناقص. المستشفى رفيق الحريري، جورج عيد، MTV. تقرير MTV عما يحدث في الضمان من تجاوزات احدث خضه واستدعى ردين غير متماسكين. بعد تقرير MTV حول ما يحصل في صندوق الضمان الاجتماعي، اوضح المجلس التنفيذي لنقابه مستخدمي الصندوق ان مطلب اعتبار التعويض عن 20 سنه السابقه بمثابه سلفة اصبح مطلبا مزمنا ولم تتم معالجته، رغم ان جميع مستخدمي المؤسسات العامه والمصالح المستقله استفادوا من هذا المطلب. واكد المجلس ان كلفته الماليه صفر، كما ان الاداره ستستفيد من الفوائد التي قد يدفعها المستخدمون، وهناك عشرات الاحكام تؤيد هذا المطلب. وأكد المجلس أن معدل الرواتب المعمول به محدد في سلسلة الرتب والرواتب التي تبدأ بمليون و225 ألف ليرة شهريا، رافضا التعرض للمستخدمين وحقوقهم ومكتسباتهم. من جهة أخرى، أعلن مجلس الإدارة في بيان أن مطلب اعتبار التعويض المدفوع بداعي 20 سنة خدمة سلفة على التعويض النهائي مطلب مزمن قيد الدرس، ولم يتخذ بشأنه أي قرار حتى تاريخه. ولفت إلى أن زيادة رواتب المدراء والمحظيين في الصندوق هو محض افتراء وتشهير، لأنه غير مطروح على جدول أعمال المجلس، وما الحديث عن هدر وفساد سوى تشهير بمؤسسة تؤدي دورها منذ 50 عاما رغم كافة الصعوبات. وفي رد على الردين، تؤكد MTV أنه إذا اعتبرت المبالغ المدفوعة بداعي 20 سنة خدمة كقروض مع الادعاء أنها لا تكلف إلا صفرا، فلماذا أصدرت الإدارة تقريرا قدرت فيه هذه الكلفة ب 50 ألف مليار ليرة؟ هذا من دون الأخذ بالاعتبار كلفة الذين تقاعدوا في السنين السابقة وما سيترتب لهم من حقوق. وهناك إثباتات بأن الإدارة تقدمت بطلب زيادة أجور بصورة استثنائية لبعض الموظفين الكبار. وتجزم MTV بأن بيان الرد لم يصدر عن مجلس الإدارة مجتمعا، إنما عن هيئة المكتب، علما أن هناك أعضاء في المجلس كانوا اعترضوا بقوة على المشاريع المذكورة وعلى مضمون بيان الرد.
والان تي في كانت تتمنى على مجلس الإدارة أن يأخذ مضمون التحقيق الذي بثيناه بجدية ويقوم بمراجعة للشوائب المشكو منها بدلا من الدخول في مهاترات. بعد الإعلان خاطوا شفاههم بالإبرة. والكنيسة خط أحمر. انقطاع الكهرباء في كل المحافظات السورية وحاجز اللغة يعرقل عمل خط هاتفي أمريكي لمراقبة الهدنة التي اعتبر دمستورا أن نجاحها غير مضمون. إذا كانت لديكم معرفة مباشرة بحدوث خرق لوقف الأعمال العدائية فهناك عدة طرق للإبلاغ عن ذلك. يمكنكم الاتصال بأي من أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا، وبالنسبة إلى الولايات المتحدة بإمكانكم الاتصال بفريق التنسيق الخاص بالهدنة السورية في العاصمة واشنطن. إنه إعلان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على صفحة السفارة الأمريكية في سوريا على فيسبوك، مرفق بخط هاتفي ساخن وعنوان إلكتروني لتلقي بلاغات عن الانتهاكات على مدار الساعة، لكنها لم تتحسب لحاجز اللغة بين المتصلين الناطقين بالعربية ومتلقي الاتصالات الناطقين بالإنجليزية، فوقعت مشاكل سوء فهم جراء عائق اللغة، كما أورد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة سوريا مباشر، في وقت أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية العمل على معالجتها. وفي إطار مراقبة سريان الهدنة، اعتبر الموفد الدولي ستيفان ديمستورا أنها صامدة بشكل عام، لكنها لا تزال هشة، لافتا إلى أن نجاح الاتفاق غير مضمون رغم التقدم الملحوظ، كما أشار إلى حوادث تم احتواؤها في حمص وحماة واللاذقية ودمشق. المساعي الدبلوماسية لإنجاح الهدنة تنشط أيضا في الجهتين الفرنسية والبريطانية، لتين دعتا الحكومة السورية وحلفائها بمن فيهم روسيا إلى وقف الهجمات على المعارضة المعتدلة والسماح بوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة من دون تعطيل. وبالأرقام، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 24 مدنياً سورياً قتلوا في المناطق المشمولة بوقف إطلاق النار خلال الأيام الخمسة الأولى من الهدنة، ما يعكس انخفاضاً مقارنة بحصيلة الأشهر السابقة. على صعيد آخر، شهدت المحافظات السورية كافة انقطاعاً عاماً للتيار الكهربائي منذ الساعة الواحدة من ظهر الخميس، تزامناً مع انقطاع جزئي لخدمة الإنترنت. ولاحقاً أشارت الوكالة العربية السورية للأنباء إلى أن التيار الكهربائي يعود تدريجياً وسيستعاد بطاقته السابقة بحلول منتصف الليل، ولكن من دون ذكر أسباب الانقطاع. في فرنسا خاط 8 مهاجرين إيرانيين شفاههم بالإبرة والخيط احتجاجاً على إزالة مخيمهم جنوب مخيم كاليه شمال البلاد. وحمل المحتجون أوراقا كتبوا عليها نحن بشر وأين الديمقراطية أين الحرية. ومنذ بداية الأسبوع بدأت السلطات بهدم غرف عشوائية أقامها مهاجرون جنوب المخيم، ويشكل المخيم أكبر حي عشوائي في فرنسا ويعيش فيه الآلاف بانتظار فرصة للعبور إلى بريطانيا. امرأتان من اليسار المتطرف تهاجمان مركزا للشرطة في إسطنبول قبل أن تقتلهما قوات الأمن في مبنى قريب. باتت تركيا أمام كل احتمالات وقوع هجمات على أراضيها بمختلف أنواعها. أكبر المدن التركية إسطنبول استيقظت على اعتداء نفذته امرأتان ضد حافلة للشرطة في منطقة بيران باشا من دون أن تتسببا بإصابات. وبعدما نجحت المهاجمتان في الفرار إثر تنفيذ الهجوم، قتلت الشرطة التركية المرأتين عقب عملية موسعة لمداهمة مبنى قريب من مكان الهجوم وضبط المنفذين. وكالة الأنباء دوغان أكدت أن المرأتين ألقتا قنابل يدوية على مقر قيادة شرطة مكافحة الشغف في إسطنبول، ثم أطلقتا النار على حافلة للشرطة. وعندما رد العاملون في مركز الشرطة على مصدر إطلاق النار، أصابوا إحداهما خلال تبادل إطلاق النار. هذا الحدث يضع تركيا مجددا في حال تأهب، لا سيما بعد ازدياد الهجمات من انفجارات وعمليات شغب من الأكراد وهجمات فردية مباشرة. كاريتاس في مواجهة الاتهامات التي طاولتها في بعض ملفاتها المالية، فأين صرفت الأموال وأين هي الحقيقة؟ بعد تناول مؤسسة كاريتاس في بعض وسائل الإعلام وخصوصا التشكيك في بعض الملفات المالية التي طالت بالتحديد مكتب الأجانب في المؤسسة، عقدت مؤسسة كاريتاس مؤتمرا صحفيا للرد على ما اعتبرته اتهامات جائرة بغية تفسير وجهة صرف عدد من المبالغ الطائلة. وبسبب تزايد عدد النازحين
ووجوب الإسراع في تلبية الحاجات المتزايدة، حصلت بعض الأخطاء الإدارية دون أن تقود هذه الأخطاء إطلاقاً إلى أي هدر مالي. وبالرغم من أن هذه الإشكالات الإدارية التي تعود إلى ما قبل سنتين من اليوم قد عولجت بالطرق المناسبة مع أخذ التدابير الملموسة والحسية كي لا تتكرر، نؤكد اليوم أن فتح هذه الملفات القديمة أساء إلى الحقيقة بكاملها، قد قام بها أصحابها لغايات شخصية. كاريتاس التي لم تنفي إذن حصول بعض التجاوزات فصلت بالأرقام المبالغ التي أنفقت في فترة معينة، مؤكدة أنها مستعدة لفتح الملفات أمام الجميع. أود أن أوضح بأن ما أنفقته كاريتاس خلال سنة 13-14 فقط في مركز الأجانب ولأجل النازحين السوريين قد تجاوز 50 مليار ليرة، وكلها موثقة. في تسليط ضوء على الكنيسة وعلى مؤسسات الكنيسة، وكأنه المطلوب ضرب هذه المؤسسات من داخلها. الكنيسة خط أحمر، ما بقى منقبل أنه كل يوم يطلع حدا ويجري بمسح بتوب الكنيسة. من اليوم بدي أدعي كل المؤسسات الإعلامية يلي من جلهم نحترمها، أنتوا بدكم تكونوا صوت الحقيقة مع الكنيسة. وفيما تشهد الكنيسة الكاثوليكية ومؤسساتها في العالم أجمع موجة إصلاح وتجديد وعودة إلى رسالة الإنجيلية بقيادة البابا فرانسيس، وبعد سلسلة ملفات أثيرت بحق أفراد ومؤسسات في الكنيسة في لبنان، يبقى الحفاظ على جوهر العمل الرعوي هو الطريق الأمثل لتحييد هذه الكنيسة عن الأخطاء أو عن الاتهامات الجائرة. ديزني إن كونسرت، العرض الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وصل إلى لبنان، وسيتم عرض الفيلم على شاشة عملاقة بمرافقة الأوركسترا الوطنية بقيادة المايسترو هارود فازيليان، التي ستعزف مباشرة كل أغاني الفيلم مع 4 مغنيين منفردين من ديزني. العرض الذي سيقام في البيال يومي السبت والأحد 5 و6 من آذار سيقدم للأولاد وعائلاتهم تجربة مميزة وساحرة من لحظة وصولهم إلى السجادة الحمراء وحتى نهاية العرض. بعد الإعلان، انفتاح بابوي على المطلقين، و4 مليارات ساعة إباحية. سائح أمريكي يعثر على أحد شواطئ موزمبيق على قطعة حطام قد تكون للطائرة الماليزية المفقودة منذ عامين. إليزابيث أبو سمرة. حتى ولو أيقن أهالي ركاب الطائرة الماليزية المفقودة منذ عامين وفاة أبنائهم، إلا أن الأمل بالعثور على حطام الطائرة لا شك بأنه يواسيهم فقدان أحبائهم. الغموض الذي يكتنف سقوط الطائرة ربما يكون لغزا يفكه القدر بعدما عثر سائح أمريكي كان يسير على شاطئ قرب أرخبيل بازاروتو السياحي في موزمبيق على قطعة من حطام لم يتم التحقق منه. وقد أعلنت السلطات الماليزية أن قطعة الحطام من الممكن جدا أن تكون لطائرة بوينغ 777، أي طراز الطائرة الماليزية نفسه. محققون أمريكيون وماليزيون وأستراليون تمكنوا من رؤية صور للقطعة وأعلنوا أنها قد تكون جزءا من ذيل الطائرة الماليزية. وزير النقل الماليزي ليو تيونغ لاي أعطى أرجحية أن يكون مصدر قطعة الحطام هو طائرة بوينغ 777. We received a message. Two days ago. تلقينا الرسالة قبل يومين، وعلى الفور أرسلنا فريقا من أستراليا، وبسبب وجود سفارة أسترالية هناك بدأت مناقشة تفاصيل لاستعادة الحطام، ونحن نعمل مع أستراليا لهذه الغاية. ومنذ آذار 2014 التاريخ المشؤوم لسقوط الطائرة، لم يعثر سوى على قطعة جناح صغيرة من الطائرة في تموز الماضي في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي. وكانت الطائرة الماليزية MH370 اختفت بعد إقلاعها من مطار كوالالمبور في طريقها إلى بيجينغ وعلى متنها 239 شخصاً.
بات في الإمكان أن يستقبل البابا رؤساء الدول الكاثوليك المطلقين الذين تزوجوا من جديد مع زوجاتهم بعد تخفيف البروتوكول في الكرسي الرسولي. وأعلن موقع فاتيكان إنسايدر أن أمانة سر الدولة عدلت بروتوكول الزيارات الرسمية لرؤساء الدول الكاثوليك بناء على طلب البابا فرانسيس. وبات الوضع الزوجي غير المنتظم في نظر الكنيسة لا يحول دون استقبال الزوجين معا وظهورهما بالتالي في الصورة الرسمية. الصفحة الاقتصادية مع موريس متى. مساء الخير. ورد بنشرة بنك عودة الأسبوعي أن المؤشر الاقتصادي الصادر عن مصرف لبنان لتقييم الأداء الماكرو اقتصادي بلبنان سجل 279 بال 2015 بنمو 2% مقارنة مع نفس الفترة من 2014، إلا أن متوسط المؤشر ارتفع بوتيرة أعلى بال 2013 وال 2014 عندما نما ب 3.2%، مما بدل على أن الاقتصاد بيشهد تباطؤ متزايد بظل تداعيات الاضطرابات الإقليمية والتجاذبات السياسية المحلية. وأشارت نشرة بنك عودة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري ب 20% بكانون الثاني 2016 مقارنة مع كانون الثاني 2015، مع نمو الواردات 11% وانخفاض الصادرات 26%، وسجل ميزان المدفوعات عجز ب 719 مليون دولار بكانون الثاني مقابل عجز ب 280 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي. بعد تباطؤ انكماش اقتصاد القطاع الخاص بكانون الثاني 2016، تراجعت الظروف التشغيلية لشركات هالقطاع بشباط الماضي، وظهر ذلك من خلال انخفاض مؤشر الأعمال بلوم بي ام اي الصادر عن بلوم انفست بانك واللي وصل لأدنى مستوياته بثلاث أشهر. وأظهر المؤشر انخفاض بمستويات الانتاج لدى الشركات الخاصة بالإضافة لتراجع طلبياتها الجديدة، إلا أن طلب العملاء بالخارج تراجع بوتيرة هي الأبطأ من أيلول الماضي. إقليميا، وجهت إيران دعوة لبوينغ الأمريكية لإجراء محادثات حول تحديث أسطول الجوي بحسب وزير النقل عباس أوغندي. وحصلت بوينغ بشباط على تصريح من واشنطن لدراسة سوء الطائرات التجارية بإيران بعد رفع العقوبات عنها. وسبق لطهران وطلبت 200 طائرة من 3 مصانع غربية بعد رفع العقوبات، وأبرمت اتفاق لشراء 118 طائرة من إيرباص الأوروبية بقيمة تقدر ب 25 مليار دولار، كما يتوقع أن تشتري 50 طائرة من شركة إمبراير البرازيلية و40 طائرة من إي تي آر الأوروبية. وطهران تحتاج لما بين 400 و500 طائرة بالعقد المقبل لتحديث أسطولة اللي بتضم حاليا 140 طائرة متوسط عمر كل وحدة منها قرب 20 سنة. إلى الأسواق العالمية، والبداية من بورصة بيروت حيث الضعف مستمر بشكل عام. المؤشر عم ينهي جلسة على بعض المكاسب الخجولة بحدود بأقل من 16% بالخليج بعد الدعم صباحا من أسعار النفط. إلى أوروبا حيث الاستقرار عم بيكون سلبي بشكل عام إن كان بأوروبا أو بول ستريت، وعم تتأثر الأسواق سلبا بالأداء الضعيف لقطاع الطاقة بانتظار بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية تصدر يوم غد. وبظل تباين بالبيانات الأمريكية من جهة ارتفاع طلبات عائلات البطالة الأسبوعية، انخفاض النشاط الخدمي بشباط، ومن جهة أخرى ارتفاع طلبات المصانع ب كانون الثاني. إلى أسعار المعادن والعملات، حيث الذهب عم يلاقي الدعم من السلبية المسيطرة على الأسواق بانتظار بيانات الوظائف الأمريكية. أما النفط فعاد للتراجع مع ارتفاع المخزونات الأمريكية وتبدد الأمل بعد اجتماع بعدم عقد اجتماع قريب للدول المنتجة للنفط. شفنا استقرار على أسعار النفط. اليورو مقابل دولار عند ارتفاع بحدود 18 نقطة المئوية. انتهت نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير. متابع معكم نشرة الأخبار. شكرا موريس. نزاع بين مادونا وطليقها على رعاية ابنهما. أرسل دكاش. رجعوا محامين المغنية الشهيرة مادونا وزوجها السابق المخرج البريطاني جاي ريتشي إلى المحكمة بنيويورك كمحاولة لإيجاد حل لمشكلتهم حول الوصاية على ابنهم روكو البالغ من العمر 15 سنة. عام 2008 الزوجين اتطلقوا واتفقوا أن روكو يعيش مع والدته، لكن بشهر كانون الأول رفض الصبي يرجع مع والدته إلى نيويورك وقرر يضل عايش مع والده بلندن. مادونا البالغة من العمر 57 سنة عم تعمل حاليا جولة فنية آسيوية، وابنها كان يعمل معها جولات بالسابق ويشتغل خلف الكواليس. مادونا كانت نشرت صور لروكو من فترة قصيرة لما كان صغير على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت قديش بتحبه وقديه مشتاقت له. جاي ريتشي يلي أخرج عام 2009 فيلم تشيرلوك هولمز رجع تزوج عام 2015 من العارضة البريطانية جاكي أينسلي. إذا نجيب والأخبار الرياضية.
مساء الخير. البداية الليلة رح بتكون مع خبر محلي، وهو خبر له علاقة بجمعية جديدة تم إطلاقها هذا الأسبوع بحضور عدد كبير من محبي الرياضة، وخاصة وزير الداخلية أستاذ نهاد المشنوق ووزير الشباب والرياضة أستاذ عبد المطلب الحناوي. الجمعية هي جمعية بيروت جراند بري، يلي أعلنت عن سباق مميز لسيارات السوبر كار رح بيصير بمدينة بيروت ب 17 و 18 أيلول المقبل بمشاركة أكثر من 36 سائق غير محترف. مسافة السباق رح بتكون حوالي 11 كيلومتر، الانطلاقة رح بتكون من منطقة رملة البيضة، وبالطبع رح بيكون في عدد كبير من المدرجات لاستيعاب عدد كبير من الأشخاص اللي بحبوا يحضروا هالنوع من السباقات. السباق الأول رح بيكون نهار السبت، والسباق الثاني رح بيكون نهار الأحد، ورح يحط لبنان على خارطة سباقات السيارات العالمية. بالطبع هذا الحدث الكبير رح نبقى نتابعه على الام تي في، وتغطية كبرى رح بتكون لهذا الحدث ابتداء من الآن، وخاصة أن هذه الجمعية اللي أسسها أستاذ حسين فواز أعلنت أن الهدف هو الاستمرار، وما رح بيكون في سباق وحيد، رح بيكون في استمرارية لهذه السباقات في الأعوام القليلة المقبلة. أما هلا فأيضا رح نضل مع أخبار الرياضة الميكانيكية، ولكن رح ننتقل لبرشلونة تنكون مع تجارب الفورمولا 1. بالطبع هالشهر رح نكون مع المرحلة الأولى من بطولة العالم بالفورمولا 1 اللي رح تنطلق من أستراليا، ولكن قبل مثل العادة رح نكون على حلبة كاتالونيا الإسبانية مع التجارب الأخيرة قبل التوجه لأستراليا. في هذه التجارب ويليامز مثل العادة عم تحقق نتائج جيدة مع فالتيري باوتاس، لويس هاملتون عم بيكون ثابت أمام كيفن ماغنوسون على رونو العائد بقوة لساحة المنافسة، سيباستيان فيتال على فيراري بالمركز الرابع، وجانسون باتون بالمركز الخامس، ريكاردو بالمركز السادس، وساينز اللي عمل 166 لفة بالمركز السابع. بالطبع في عنا عدد كبير من السائقين الجدد رح نتابعهم في هذا الموسم يلي يعتبر من الأطول في تاريخ رياضة الفورمولا 1. ومن الفورمولا 1 ننتقل للمرحلة 24 من الدوري الألماني، حيث أشعل ماينتس فتيل المنافسة على لقب الدوري عندما ألحق الخسارة الثانية ببايرن ميونخ هذا الموسم، وربح عليه على أرضه بنتيجة 2-1. على ملعب أليانز أرينا وأمام 75 ألف متفرج وتحت أنظار الرئيس السابق للنادي البافاري أولي هونس يلي خرج من السجن من يومين بسبب التهرب الضريبي، تلقى بايرن ميونخ ضربة موجعة بسقوطه للمرة الأولى على أرضه هذا الموسم وبعد 15 فوز على ملعبه. وتلقى بايرن ميونخ الهدف الأول عبر الإسباني خيرو سامبيريو بالدقيقة 26 يلي سجل هدفه السادس هذا الموسم، ونجح بايرن ميونخ بإدراك التعادل عبر نجمه الهولندي أريان روبن بتسديدة قوية من خارج المنطقة بالدقيقة 64، غير أنه الكولومبي جون كوردوبا منح الفوز للضيوف بالدقيقة 86 ليتجمد رصيد بايرن ميونخ عند 62 نقطة بالصدارة ويتقلص الفارق بينه وبين بروسيا دورتموند لخمس نقاط، حيث كان واصل الدورتموند صحوته وحقق فوزه الرابع على التوالي و18 هذا الموسم، عندما تغلب على مضيفه درامشتاد بثنائية نظيفة سجلها الكولومبي أدريان راموس بالدقيقة 38 وإريك دورم بالدقيقة 53 ليبقى على مسافة قريبة من البايرن بالمركز الثاني، وبيحتل هيرتا برلين المركز الثالث وبروسيا مونشنغلادباخ وماينز المركز الرابع مع 39 نقطة اثنيناتهم. ايضا باخبار كرة القدم لابد من الاشارة الى انه الليلة عندنا مباراة مميزة جدا بالدوري الاسباني، مباراة لفريق برشلونة يلي اذا بيربح فيها بيرجع بيبتعد بفارق 8 نقاط عن اقرب منافسي. المباراة رح تجمعه مع رايو فاليكانو. هذا كان كل شيء، يعود لكم. شكرا نجيب. شكرا نجيب. الى زينة زغبي واخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. بونسوار. كل فترة والتانية بيعمل نجم العالمي كانيي ويست أزمة على السوشيال ميديا، وهالمرة حط صورة فتحت العين على شغلة أكيد ما كان بيحب إنها تنعرف. كان يصور الكمبيوتر عنده تيفرج شو عم يحضر، بس لما منشوف التابز يلي مفتوحين منلاقي انه كان فاتح بايرت باي على صفحة تانية، ومعروف انه بايرت باي هو موقع للقرصنة الالكترونية وسرقة عدد كبير من الامور يلي ما بدنا نشتريها اصلية. بس شخص مثل كاني ويست ما رح يقدر يمرق هالشغلة من دون انتقادات، لانه هو فنان واكيد ما بيقبلها على حاله انه حدا يكون عم بيقرصن له اعماله مثل ما كان عم بيقرصن اعمال غيره. خبرنا التالي ما بيعني الأشخاص اللي أكتف على السوشيال ميديا، إنما الأشخاص اللي بعاد شوي عن مواقع التواصل وما بيتابعوا تفاصيلها.
تطبيق سناب شات عم بيحقق نجاح كبير حول العالم، وفينا نقول انه الحدث على سناب شات بالفترة الأخيرة هو الفيس وابس أو الفلتر يلي من خلاله بيتبدل الوجه مع وجه تاني. هالتقنية يلي كانت تنعمل بالسابق على فوتوشوب وتستغرق وقت طويل، صارت تنعمل بكبسة زر على تطبيق سناب شات أو على كتير أبس تانيين، ولكن هالظاهرة ببعض الأحيان عم تنتج عنا صور مخيفة، خاصة لما بيكون الشخص عم بيعملها مع الحيوان المفضل عنده مثل ما فيكم تشوفوا بهالصورة. معلومة اليوم هي أنه الأفلام الإباحية على بورن هاب بتنحضر لدرجة أنه إذا بدنا نعبي كل الآيفونز اللي نبيعوا عام 2015 بأفلام إباحية بس ما رح يكفوا. وعام 2015 انحضر أكثر من 4 مليار و 400 مليون ساعة أفلام إباحية على بورن هاب واحدة. لهون منكون وصلنا لنهاية جولتنا اليومية على أخبار السوشيال ميديا. لأخبار جديدة لقونا بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected. قبل الانتقال إلى الصفحة الجوية، نشير إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل التقى رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط في لقاء هو الأول منذ عودة الحريري إلى بيروت. أما الآن فنبقى مع الأحوال الجوية مع علين أحمر. مرحبا. طقس متقلب عم بيسيطر على لبنان والمنطقة. الجمعة نهارنا غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة، وبيقوى الهواء ببعض الأوقات. ريح جنوبية غربية بتقوى ببعض الأوقات أيضا، وعم تسجل 60 كيلومتر بالساعة. الحرارة على الساحل عم تسجل أقصاها 20 ببيروت، على الجبال عم تتراوح بين 8 وال 17 10 بفقرة، أما بالداخل فعم تسجل أقصاها 16 بزحلة. نسبة الرطوبة بتوصل ل 80%، البحر معتدل وبتشرق الشمس، وبيبلش نهارنا على الساعة 6:03 تحديدا. كيف يكفي طقسنا وكيف رح يكون طقس الويك اند منشوف سوا. اذا الجمعة طقسنا غائم جزئيا مع 20 درجة، نهار السبت عم بيكون عنا عودة لأمطار متفرقة مع 21، ومثل ما عم نشوف عم يرجع يتحسن طقس الأحد مع 19 درجة، وطقس غائم جزئيا بيستمر حتى نهار الاثنين مع 21 درجة. لتعرفوا كل أخبار الطقس تابعوا نشاطنا يوميا ضمن نشاط أخبار الام تي في، وأنا بلاقيكم بنشاط لاحقة. بهذا نصل إلى ختام النشرة. دائما تابعوا أخبار الام تي في عبر صفحاتنا على تويتر وفيسبوك وعبر الموقع الإلكتروني. أنا ألقاكم عند منتصف الليل. شكرا للمتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.